دي الام ايمان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، لويزه ديال ام ايمان. اليوم جيت نشارك معكم الطريقه ديال الحديده، كيفاش كنصلحوا الخدمه ديالنا. هانتوما اللي كتبان لكم، شفتوا فاش تحددت؟ صراحه تبدل الالوان كما كتشوفوا، واحد ديجا حددت الصدر والكمام، باقي لي واحد الصدر والكم حتى وغنشاركو معكم. المهم اول حاجه شنو كنديرو؟ كنحاولو نطلقو البياسه ديالنا. كنديرو شي ليزار يكون شويه رقيق، نديروه من تحت ومن الفوق هكا. غادي ناخدو شويه ديال الماء، ضروري نرشو شويه ديال الماء. تنديرو الحديده بعدا تسخن، كنرشو يعني على الطرس هادي بحال هكا، كتبقى ترشو. ما تخافوش غير فزقوها البنات، مثلا كاع هي تطرش غير شويه صباتني هكا. شتي فاش كنديروا الماء؟ سبحان الله العظيم، ما تخافوش منها، غير ديروا الماء البنات، هو ولا كيعطي اللون بريو. صافي، هنايا دابا غادي ناخذوا الحديده ديالنا عادي، ديروا الماء وديروها بالشاشه ولا ديروها بيديكم كما شفتوا درت انا. هنا انا ما غاديش نحددها مباشره، كناخذ الطرف ديال الليزر نحطو من الفوق. هنا دابا البنات الطريقه اللي غنحددو من تحت الفوق. هادو راه دوك اللي كتكون الحديده، ما عرفتش هادشي، المهم الحديده قديمه البنات. ها نتوما من تحت غادي نديرو من تحت ونبركو ونطلعو الفوق هكا، من تحت نطلعو الفوق نفس الطريقه. غنشدو الحديده من تحت ونمشيو حتى الفوق، من تحت حتى الفوق هاك، من تحت حتى الفوق. كنبركو البلايص اللي فيهم طرز، البلاصه هادي نمشي خصني نطلقها هاكا، من تحت ديما من تحت الفوق، تحت الفوق تحت الفوق هكا. هانتو شتو هنا ملي كنديرو من تحت الفوق، كناخدو عاوتاني نطلعو غير من الفوق، ديروها غير من الفوق بشويه هكا، غير من الفوق من تحت الفوق، من تحت الفوق هكا. ها باش كتنعس مره، باش حتى ملي ديوها عند مالي مصبانه صافي غتمشي، يعني ديجا الشعيرات مايلين يعني في المصبانه، غير غادي يحددها لك وصافي. مثلا فاش غتعطي حوايجك الخياط، ها نتوما شتي كيتبدل لهم، شتي كيتبدل لهم. هنا شنو غنديروا؟ عاوتاني نفس الطريقه، غادي نحاولوا ما امكن غادي ندوروها على الظهر ديالها حتى الطريقه ديال الظهر البنات، ماشي غير الوجه. غادي ندير هكا نبرك نفس الطريقه من تحت للفوق، من تحت علاش حتى هذيك الخدمه اللي ديجا خدمناها حتى هي تموت، فهمتوني؟ حتى هي الظهر ديالها تموت. صافي بهذه الطريقه، صافي بحال اللي كنكويوها ولا فاش كنقولوا لها مثلا، يعني كنثبتوها تثبت بلاصتها. هاي نفس الطريقه شفتوا، يعني خصها تحدد حتى في الظهر، شفتوا البنات؟ صافي ها نتوما، راه ماشي شي حاجه صعيبه البنات، راه ماشي شي حاجه صعيبه. المهم عاوتاني غادي نديرو حتى الكم. هنا دابا غادي ناخدو الكم نفس الطريقه، غادي نحاول نحطها هكا نطلقها كما كتشوفوا. نفس الطريقه غادي ندير شويه ديال الماء يمكن كنزقوها البنات باش تصلح لي، باش تسهل علينا في الحديده، باش تسهل علينا في الحديده. صافي نطلقوها وغادي نحطو، هانتوما غير كندير الماء سبحان الله العظيم كيتبدل اللون. صافي نفس الطريقه غادي نديها لتحت الفوق هكا، كلهم اتجاه واحد لتحت الفوق، الكمال والستر كلهم طريقه واحده من تحت الفوق. علاش كنديروا هاد الطريقه من تحت الفوق؟ حتى ملي كديو حوايجكم عند الخياط فاش كيكمل الخياط اولا مولا الطرانطه، اكيد كديهو عند مالي الحديده، هذيك الساعات الحديده غير كتهبط وصافي. يعني ديجا نتوما قتلتوها، يعني ديجا قتلتو الخيط.
صافي كنديرو من تحت للفوق هكا. بركو البنات، بركو على الحديده، بركو. هانتوما شتو كي كيبان اللون، سبحان الله العظيم. وهنا نرجع ندير عاوتاني غير فوق منها شويه، شتي الطريقه كيفاش ملي قلت لكم انا ما تبقاش تقطعوا الخيط بزاف حيت كتبقى منفوخه. تعجبني انا الابره الشرقيه، ما كتعجبنيش واقله يعني واكلينها. صافي دابا هنا كما كتشوفوا هانتوما سبحان الله العظيم الالوان تيتبدلوا. دابا غادي نحاول نقلبها نفس الاتجاه، طلعوا من تحت الفوق هكا باش حتى الحديده تظهر، حتى الظهر خصها تحدد، حتى الظهر البنات ماشي غير الوجه، حتى الظهر باش داك الغرزات اللي خدمناهم يموتوا. صافي هاك هانتوما الفوار طالع. شتو البنات، يعني هذه هي الطريقه باش كنحددو الابره الشرقيه. شتو البنات كنحصلوا على هكا كما كتبان لكم هانتوما. ومن هنايا الظهر خاصها تحدد مزيان، شتي كيبان لكم بريو ديال الحديده هكا خاصها تكون. المهم انا دابا غادي نوريكم الشكل النهائي. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي بعد ما حددناها كما كتبان لكم. سبحان الله العظيم دائما كما كنقول لكم التصوير ما كيعطيش حقه. هانتوما هاد البلاصه كيبان كشف على هاد البلاصه حيت على حساب الضوء البنات، على حساب الضوء كما كتبان لكم. المهم هذا هو الشكل النهائي بعد ما حددناها. طريقه الحديده راني وريتكم كيفاش كنحددوها البنات، كما قلت لكم كنحددوها من الوجه ومن الظهر. علاش كنحددو من الظهر؟ باش تموت ديك داك الخيط يموت، يعني ما تخافوش منه ما يتسلم والو. هانتوما هذا هو الشكل النهائي البنات. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، الطريقه والشرح راه واضح البنات. اي شي حاجه بغيتو مرحبا والف مرحبا، خليو لي غير في كومونتير وانا معكم وانا دائما تحت الطلب ديالكم كما كتبان لكم. سبحان الله العظيم الالوان تختلفوا، دابا كان صفر وعطاني الموطار، خدمته بصفر وعطاني موطار هنايا، هذا راه عطاني دابا ها شتي عطاني موطار، هذا خدمته مغلوق بارد عطاني مغلوق، كاع الالوان اللي تنخدمهم باردين كيعطيونا شويه مغلوقين. المهم هذا هو الشكل النهائي البنات. كيبان لكم شويه ديال الخمله راه غادي تحن حيده باش داك الشتاء اللي ديجا وريتها لكم. دائما البنات الشتاء استعملوا الشتاء من بعد ما تكملوا التقطع ديالكم. المهم هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى يعجبكم اليوم فيديو. دائما ام ايمن تحت الطلب ديالكم، شكرا لكم والله. المهم خليو ليا في كومونتير كي جاتكم الجلابه، كي جاكم الالوان والطريقه ديال الحديده. المهم راني حرقت صبعي راه حرقت صبعي، ها هو عندي حديده خطيره. هانتوما البنات يلا ها الظهر، شتو الظهر شو الخدمه. الحديده شتي كيبدا ماتت ماتت، يعني ملي كتعطيوها الحراره صافي. هانتوما المهم البنات هذا هو الشكل النهائي. يلا شكرا لكم بزاف ولهلا خطيكم دائما ام ايمن تتموت عليكم. يلا مع السلامه مع فيديو اخر ان شاء الله.